مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يشارك في هذا المعرض من خلال مبادرتين. المبادرة الأولى اللي هي مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان. هذه المبادرة معنية بتسجيل وترخيص الأسلحة الغير مرخصة لدى المواطنين. طبعاً هذه المبادرة احنا أطلقناها العام الماضي، والسنة هذه بعد بناء على طلب المواطنين أعدنا أطلاقها مرة ثانية من 1/8 ولغاية 1/11 أو آخر شهر 10، فبتكون لمدة 3 شهور. المبادرة هذه توفر مظلة قانونية أو إطار قانوني لترخيص الأسلحة الغير مرخصة عند المواطنين. طبعاً احنا من خلال هذه المبادرة نرخص جميع الأسلحة بغض النظر عن العدد والنوع، وإن شاء الله يعني أنها تكون هذه تساهم في يعني تخفيف الآثار المترتبة على المواطنين اللي هم يعني عندهم أسلحة غير مرخصة. فإن شاء الله أنها تكون مبادرة يعني تساهم في هذا الشيء، وإن شاء الله نتمنى أن يكون يعني المواطنين يكون عندهم استجابة أو تقبل لهذه المبادرة. بالنسبة للمبادرة الثانية أطلقنا أو نظمنا بطولة رماية الإمارات أو بطولة رماية الأسلحة المرخصة لدى المواطنين. هذه البطولة عبارة عن يعني راح تقام في 6 نوادي على مستوى الدولة، في نادي الظفرة، نادي الفرسان، في نادي العين، ونادي عجمان، ونادي الشارجة، ونادي الذيل. بتكون في 5 أنواع من المسابقات، في رماية المسدس والسكتون والشوزن وبندقية 223 وبندقية 308. طبعاً بتكون البطولة متتابعة، كل مرة بتكون في نادي، بتستمر بتبدأ من 5/10 ولغاية 21/11. بداية التسجيل بيكون في 21/9 من خلال رابط موجود على موقع المبادرة، وأي حد يقدر يعني يدخل ويسجل، وإن شاء الله نتمنى التوفيق والفوز للجميع. طبعاً حاطين جوائز قيمة للبطولة، عندنا سيارة للأول ومبلغ مالي قيم للثاني والثالث، وعندنا جوائز من الرابع وحتى 20. طبعاً هذه ثالث مشاركة لنا موجودين هنا في معرض الصيد والفروسية، نستقبل الزوار والجمهور، يعني نجاوبهم على الأسئلة اللي هم يسألون إياه، يستفسرون عن المهام والأدوار اللي تكون فيها شرطة أبوظبي. طبعاً دورنا هنا في قسم الفرسان إن نحن نشرح للجمهور دور فرسان شرطة أبوظبي. من مهامنا الدوريات الليلية، والهدف منها الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعندنا بعد فض الشغب يدخل فيها تأمين المباريات، وكذلك استقبال المراسم والوفود الحكام والأمراء. طبعاً عندنا بعد هنا في المعرض اليوم عرض الطابور للفرسان، وعندنا عرض التوليبة. طبعاً رسالة شكر لصاحب المعرض سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه، مع متابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، والقائمين والمتابعين في هذه المعرض أتاحوا لنا فرصة جميلة أن نحن نكون مع الجمهور ونوصل لهم صورة مهام القيادة العامة لشرطة أبوظبي. الرابعة في معرض أبو ظبي للصيد الفروسية على التوالي. الحمد لله لغاية أمس المتوقع أو الزوار اللي كانوا موجودين أو الحضور الموجود أكثر من المتوقع. إن شاء الله نتمنى إنه اليوم لآخر يوم يكون بعد أفضل من اليومين اللي راحوا. طبعاً واضح من المعرض السنة هذه، خصوصاً السنة هذه، إنه المساحات كاملة متأجرة. هذا دليل على سمعة المعرض. يعني أنا بحكم خبرتي هنا
وحكم زياراتي لمعارض الباجة أحس هذا أكبر معرض على مستوى نقول الشرق الأوسط تقريبا، يعني ما شاء الله كتنظيم وكمساحات، وأيضا نحن زي ما تقول محظوظين بقيادتنا وتوجيهاتهم والإدارات التابعة، ونحن دائما نسعى على تطوير منتج يخدم المجتمع سواء من حيث الجودة أو سواء من حيث السعر، بحيث أنه يكون المنتج هذا يناسب جميع الفئات الموجودة في المجتمع. قبل 5 سنوات كانت التخييم فيه صعوبة، يشيل الخيمة فيها وزن، معدات التخييم نفسها تحتاج إلى يعني سيارات وزي ما تقول تجهيز مسبق طويل، أما اليوم أنت تقدر تشيل عندك سيارة صغيرة تشيل أغراضك اللازمة في سيارة وتروح وين ما تبع، بغيت البحر، بغيت تروح البر، بغيت تروح في اليبل، كل الأماكن موجودة عندك وتخيم وأنت مرتاح وبأقل وقت ممكن وحتى بنقول بأقل التكاليف. مشاركتي الأولى في معرض الصيد والفروسية، مشارك في لوحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الشيخ خالد بن محمد بن زايد. هذه المشاركة الأولى، المعرض في نسخته 20 ما شاء الله فعاليات كثير جميلة، تفاجأت بحضور عدد كبير من الفنانين، وجودي معاهم بالعكس يعني أعطاني دافع أكثر عشان أبدع، في حس التنافس موجود بين الفنانين. الرسمة اللي أنا مشارك فيها مرسومة بتقنية الاير برش، طبعاً الاير برش هو فن مش متواجد كثير في دولة الإمارات، حبيت أبدأ أسلوب الاير برش لأني ما شفت أي فنان إماراتي خلينا نقول يتقن هذه المهارة بالاير برش، فقريت عنها وبديت أفهم عنها والحمد لله يعني قعدت فترة طويلة قرابة السنة سنتين لما تمكنت وطورت من نفسي.